أن البورصة المصرية قد تحسنت إلى حد كبير من الصدمات التي تلقتها خلال العامين الماضيين، هذا ما بدا من خلال تعامل السوق مع أحداث فض الاعتصام في ميداني ربيع العدوية والنهضة. فرغم تراجع المؤشرات الرئيسية للبورصة، لأن التراجع لم يكن كبيرا، ويبدو أن البورصة قد استوعبت الحدث ولم تشهد حالات الهلع البيعي التي حدثت خلال الفترة السابقة. بالتأكيد البورصة بتتعامل دايما مع الأحداث اللي بتبقى موجودة في الشارع وبتتأثر بيها، وكان من الطبيعي جدا النهاردة نحن نشوف تأثر سلبي بالأحداث، لكن أنا أعتقد أن هو أقل من توقعات الناس في مثل هذه الأحداث، خاصة أن هو بدأ فيه أعمال شغب بعد عملية فض اعتصام النهضة وربع العدوية. أعمال الشغب دي هي اللي أثرت أكتر من عملية الفض نفسها. عملية الفض حتى بداية جلسة التداول كان الهبوط يعني بسيط نسبيا، لكن لما بدأ يحصل عمل شغب خاصة في عند مسجد محمد محمود وبقرب من ربع العدوية، ده أثر بشكل أساسي على السوق وأدى لهبوط السوق نسبيا مرة أخرى. لكن بشكل عام هناك تداولات يعني مرتفعة نسبيا بالمقارنة بالأحداث أيام اللي كان بيحصل فيها أحداث مشابهة. وكالعادة كان المصريون الأفراد هم أكثر الفئات بيعا داخل السوق المصري، وذلك نتيجة للتخوفات من تطور الأحداث في مصر، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعرب والأجانب إلى انتهاز هذه الفرصة الاستثمارية، فاتجهت تعاملاتهم نحو الشراء. طالما في استقرار سياسي يتضح جليا ان يبقى في استقرار اقتصادي، ولكن الظروف اللي احنا بتمر بها البلد وخاصه النهارده رد فعل طبيعي مع وجود فض الاعتصامات من جهه الشرطه والجيش، وجدنا ان في هلع وفزع من المستثمر وخاصه المستثمر المصري، ان هو كان بيتجه لعمليه شراء في اليومين السابقين، ولكن النهارده نتيجه هذه الاحداث في بيع بشكل غريب، بل على العكس بنجد ان المستثمر الاجنبي والمستثمر العربي بيستغل هذه الفرص ان هو يجني منها أرباح فيما بعد مع الاستقرارات اللي هي متوقع من وجهة نظره، فنجد أن في إقبال الشراء بالنسبة للمستثمر الأجنبي والمستثمر العربي على السواء. وقد شهدت قيم وأحجام التداول انخفاضا مقارنة مع الأيام الماضية، فقد سجلت قيم التداول ما يقرب من 300 مليون جنيه وأحجام التداول 120 ألف سهم نزولا من حوالي 150 ألف سهم خلال الأيام الماضية، وتم التداول على 174 ورقة مالية. رغم الثبات النسبي الذي أظهرته البورصة المصرية في التعاطي مع فض اعتصامات القاهرة وغياب التراجعات الحادة التي شهدتها خلال الفترات الماضية، إلا أن التذبذب وسائد الموقف بتأكيد على الاستقرار السياسي والأمني هو الدافع الرئيسي لتحريك البورصة المصرية إلى الأمام. عبد الرحمن الباسوني، سي إم بي سي عربية، القاهرة. بانتظار مدى